الرياضه مهمه بزاف للجسم ديالنا. نذكروا بالقواعد الاساسيه قبل ما نبداو اي نشاط رياضي جديد، خاصنا نتشاوروا مع الطبيب. التمارين الرياضيه كنديروها على حساب القدرات ديال الجسم ديالنا، من غنولفوا التمارين نقدروا نزيدوا فيها شويه بشويه. الى سبحان الله حسينا بشي حريق ولا شي عيا ماشي عاديين، نحبسوا ديك الساعه التمارين الرياضيه ونتشاوروا مع الطبيب ديالنا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج الحركه بركه. الحلقه ديال اليوم خصصناها لتمارين التمديدات نديروها وحنا فوق طبي، حيث هذه طريقه مزيانه كنجبدوا بها العضلات ديال الظهر، الاطراف العلويه والاطراف السفليه. نذكروا بلي هذه طريقه مهمه، كتزيد من الليونه ديال الحركه وكتنقص من الام المفاصل والعضلات. غادي نشوفوا جميع كيفاش نديروا هذه التمارين بطريقه صحيحه باش تقدروا ديروها بوحدكم في الدار. نهبطوا بركابي، نحطوا اولا ركابي ومن بعد اليدين، ونزيدوا القدام شويه بشويه. نبداو بتمارين التمديدات ديال الظهر. نبداو بالحركه المعروفه بحركه القط. نقعروا ظهرنا، نهزوا راسنا، نشوفوا الفوق في السقف، وحنا كنجبدوا العنق ديالنا وكنرجعوا الحوض ديالنا للور، ونخرجوا النفس. نبقاو واحد 10 ديال الثواني، نسرحوا ظهرنا غير بشويه. دابا نكوروا ظهرنا بحال كيدير القط، وندخلوا راسنا لداخل، نلصقوا الذقن ديالنا على الصدر، نطلعوا النفس. نعاودوا نفس العمليه واحد 3 حتى 5 المرات. هذا التمرين كيشبه الوضعيه ديال السجود في الصلاه. نسجدوا ويدينا القدام، ونجبدوا مزيان ظهرنا وحنا كنخرجوا النفس. نبقاو في هذه الوضعيه 30 ثانيه. نرجعوا للوضعيه الاولى ونعاودوا هذا التمرين واحد 3 حتى 5 المرات. الظهر مسرح مزيان، الرجل القداميه حاطين رجلينا على الطابي، وثاني ركبتنا 90 درجه. الرجل الورانيه رجينا مجبدينها اللور، ونزيدوا نجبدوها ونحسوا بالجباد في جهه المرود والظهر. نبقاو في هذه الوضعيه واحد 30 ثانيه. نبدلوا للرجل الاخرى ونعاودوا هذا التمرين 3 حتى 5 المرات. ما ننساوش نخرجوا النفس من نكونوا كنجبدوا العضله، ونطلعوا النفس من تكون العضله مرتاحه. نناسوا على كرشنا، نطويو ركبال اللور، ونعاونوا باليد ديالنا باش نزيدوا نطويو رجلينا مزيان. هكذا كنحسوا بالجبال في العضله القداميه ديال الفخذ. نبقاو في هذه الوضعيه واحد 30 ثانيه. نعاودوا 5 حتى 10 المرات وندوزوا للجهه الاخرى، ودائما نخرجوا النفس من كونو كنجبدوا العضله. شوفوا كيفاش كندوزوا باش نناسوا على ظهرنا. كنعاونوا بالمرافق ديالنا ونهبطوا راسنا وظهرنا غير بشويه. من الاحسن نديروا مخده باش ما يضروناش العضلات ديال العنق. ركابينا مطويين، نجيبوا الشوفيه اليمنى ونحطوها فوق الركبه اليسرى، ونجيبوا الركبه اليمنى عندنا. هكذا كنجبدوا العضلات اللورانيه ديال الحوض. نبقاو في هذه الوضعيه واحد 30 ثانيه. نعاودوا 3 حتى 5 المرات وندوزوا للجهه الاخرى. نطلعوا واحد الرجل مسرحه لفوق، نحسوا بها مجبده اللور، نزيدوا مجبدوها. نعاونوا بيدينا ونجبدوا رجلينا لجهه صدرنا. نبقاو هكا واحد 30 ثانيه وحنا كنخرجوا النفس. ونطلقوا، ندوزوا للجهه الاخرى، نديروا نفس الشيء، ونعاودوا هذه العمليه 3 حتى 5 المرات. نقدروا نجبدوا العضلات اللورانيه ديال الرجل مع الحيط بحال في هذا التمرين. نعسوا على ظهرنا، ندفعوا الحوض ديالنا للحيط، يدينا مسرحين على الجناب، نطلعوا رجلينا بزوج ونلصقوهم مع الحيط. نبقاو مجبدين العضلات اللورانيه ديال الرجل وحنا كنخرجوا النفس. نقدروا نبقاو في هذه الوضعيه واحد زوج حتى 3 ديال الدقائق. نجلسوا على الطابي، نسرحوا رجلينا ونفرقوهم مزيان على الجناب، نرخيو راسنا ونطلقوا يدينا لقدام. هكذا كنجبدوا العضلات الدخلانيه ديال الفخذ. ما نساوش نخرجوا النفس وحنا كنجبدوا العضلات واحد 30 ثانيه. نرجعوا للوضعيه الاولى ونعاودوا العمليه واحد 3 حتى 5 المرات. نساليو تمارين التمديدات بعمليات الاسترخاء.
نطلعوا النفس مزيان ونفخوا كرشنا ونخرجوا النفس غير بشوية، وحنا كندخلوا كرشنا نعاودوا هاد العملية 11 المرات. هكذا نكونوا سالينا تمارين التمديدات على التابي. شكرا على المتابعة.